الاتفاقيات هي أهمية الإشارة اللي المشاريع اللي تعطلت من 2020 واللي قبل حتى 2020 إن شاء الله بتجيكم مناسبة بتسمعوا باتفاقيات أخرى يخدموا عليها الأخيين باش تتوقع باش نسترجعوا نسق الاستثمار. المشاريع العمومية راهي عندها أهمية قصوى في خلق التشغيل، في خلق معناتها الثروة، التصدير، الرفاهة الاقتصادية، مداخيل للدولة كلها معناتها بالمشروع هذا وبالمشاريع اللي باش تتوقع إن شاء الله في الأيام الجاية. حكومة كاملة بكل هيكلها، وزارة ملك الدولة، المكلف بنزاعات الدولة، وزارة الاقتصاد، رئيس الحكومة أكثر معناتها أكثر هيكل معناتها كان هو القاطرة معناتها في المفاوضات الكل. حاولنا باش تكون الجوانب هذه الكل موجودة، تفاوض حتى مع الجانب زاد الجانب الخارجي في إطار علاقتنا والدبلوماسية الاقتصادية. وكما تبعتوا معناتها ثم حركية معناتها دبلوماسية رفيعة المستوى صارت اللي خليت اليوم الثمار متاع المجهود هذاك الكل في كل المستويات يخلينا اليوم فرحانين أنه اليوم متوقع 8 اتفاقيات اللي الحقيقة معناتها الصناعيين التوانسة وكل الشركات التونسية والأجنبية كانت كلها ساهمت باش نوصلوا للتفاوض هذا وباش نوقعوا الاتفاقية هذه باش المجمع الكيميائي يحقق الاستثمارات اللي برمجها عنده 5 ولا 6 سنين وترجع إن شاء الله بقدرة ربي شركة الفوسفات متاعنا الشركة الوطنية هذه اللي هي معناتها تشرف وتساهم في قطاع هام جدا ترجع للمردودية متاعها بقدرة ربي وتخلق مواطن شغل يستنوا فيها أبناء الجهة. وتصدير زادة مهم برشا يخلينا بقدرة ربي تونس ما تستحق حتى قروض ولا مديونية خارجية، والتعويل على الذات من حاجات اللي باش تمكننا أكثر تعويل على الذات باسترجاع مؤسساتنا العمومية للتموقع متاعها في المستوى الدولي. هما راهو المشروع كي باش يستكمل معناتها الأشغال متاعه الشركات الكل باش تستكمل الأشغال، ومن بعد لك بتجي فترة متاع تجارب يزمنا نجربه معناتها إذا كان خاطر هو مشروع معناتها كومبلكس معناتها مشروع كبير برشا فيه برشا جوانب دونك ما نجمش نقول لك شنو التواريخ، أما اللي نأكده لك كيما عنا حرص على استرجاع التوقيع على الاتفاقيات هذه كيما عنا حرص كبير باش ترجع معناتها المحركات معناتها الانتاج يكون موجود بعد استكمال المرحلة التجريبية لكل الوحدات اللي سمعتوا عليهم معناتها أرقام الكرتون في الكلمة متاعك سيدة الوزيرة. الانتاج بالنسبة للانتاج ثم سنويا 400,000 طن من ثلاثي الفوسفات تي اس بي وثم 180,000 طن من الأمونيا معناتها الحامض الفوسفوري المركز باش يكون سنويا معناتها باش يظهر لك هذا كله طاقة متاع تصدير مكثر المنتجات متاع المجمع الكيميائي تصدر ولا تتعطى للمنشآت الوطنية اللي هي بيدها معناتها تزيدها قيمة مضافة. دونك كجهة معناتها كجهة قفصة والمبيلة وجهات تونس الكل باش تكون عندها امباكت معناتها تأثير إيجابي على كل المتداخلين وكل المؤسسات اللي تتعامل مع المجمع الكيميائي.